سألك سؤال، فرقة الزمالك دي دلوقتي وانا عارف انت بتتكلم بوضوح جدا، جاهزة انها تلعب قدام النادي الاهلي في نهائي كاس مصر وتاخد البطولة؟ جاهزة. تقدر تاخد بطولة، تقدر تاخد بطولة. اللي خلي بالك برضو ماتشات الاهلي والزمالك غير الماتشات العادية، يعني انت ممكن في اوحش حالاتك تكسب وفي احسن حالاتك تخسر، بس المجموعة اللي موجودة دلوقتي لا تقدر. انا في وجهة نظري الماتش هيبقى 50-50. ما فيش افضلية للاهلي؟ لا خالص. لا حتى لو على مستوى الاستقرار في التشكيله ومستوى المدرب ما انت لو بصيت على افضل، ما بص على ماتش الاهلي واسمها فرقه بتاعت الجزائر، مفيش حاجه خالص. والزمالك والاهلي وبيراميدز، احنا عندنا احنا بنلف في دايره، لكن للاسف لو تيجي على مستوى عام، خلي بالك انا بكلمك الوقت مش عشان الزمالك ولا بس، انا عايز اجيب احنا عندنا محتاجين نتعافى يا كريم شويه في المستوى اللي عندنا. احنا عندنا مشكله، عارف انت الراجل المريض اللي بيتعافى؟ انت الناس بتقعد تبقى فرحانه، الاهلي خد الدوري والزمالك خد الدوري ومش عارفه مين كسب بتاع، بس بطولتك ضعيفه، بطولتك ضعيفه، لا دوريك تراجع.